عليكم. صباح الخير. احنا الان كنتواجدوا بعيد المكان بالضبط بجامعه المعشاش. احنا انا ماشي عباسيين هنا تضامنا مع الاخ والزميل الاعلامي الصديق ديالنا سعيد لوماني. اذا كيف ما كتلاحظوا احنا في الجامعه استعدادات ما قبل الاخيره لوقفه اليوم تضامنا مع المناضل الشرس ديالنا سعيد لوماني اللي تعرض لاعتداء من طرف رئيس الجماعه. احنا اليوم هنا باش غادي نقولوا بزاف د الحوايج. الو غادي نقولوا جوج كلمات. كلنا سعيد. ثانيا اللي كيحسب بانه بفلوسه شرى الدنيا تنقول لي ولاد اسيا راه كاينين، ولاد الاقليم راهم كاينين. الو كلنا سعيد لوماني. بدايه النهايه بدايه داكشي ديالكم. اللي ما عنده سيدو عنده بيدو، فهمتي؟ تهلاو في راسكم ومازال غادي نسوي فيه كلشي مع بعضياتنا. هذا الفخ اللي كانوا يجروا ليه هو انه بطبيعه الحال يتبادل معاهم العنف. لا احنا ضد العنف، نحن ضد العنف بطبيعه الحال، نحن ضد العنف في ما كان المصدر ديالو. العنف نحن نبدوه. نحن بطبيعه الحال احنا نطالب بالحقوق ديال المواطن المعاشي في اطار القوانين الجاريه بها العمل. لذلك الاخ سعيد عندما جا باش يخطي الدوره راه جاي بطبيعه الحال بصفته صحفي، بصفته بطبيعة الحال مراسل ديال موقع سوريا نيوز، وبالتالي أعطى من داخل الدورة أعطى ورقة الاعتماد ديالو السيد رئيس. وشوفوا ثاني، شوفوا المصيبة الكبرى، قال لي لا أعترف بك، لا أعترف بهذه الصحافة. إذا هذه الجماعة كيف سندبرها؟ لأن الناس اللي كيسيروها وما السبب ديال التخريب ديالها الآن؟ والله يحرمونا من بعد ذلك، يحرمونا من جميع الحقوق وان كانت بسيطه. كنقولها راه ما كاينش مبسطه. عباد الله، انا مواطن يجي يحضر الدوره ديال المجلس ديالو، هذا راه شي حاجه بسيطه جدا. فين هما الحقوق الاخرى اللي كنتكلموا عليها، اللي كنغوتوا عليها داخل الدوره؟ راه فين هي هذيك الحقوق الاخرى؟ فين هي؟ اما الحق في الحضور ديال الدوره راه ما خصو يحيدوا لكم حتى واحد، راه من حقكم باش يمكن لكم تتابعوا هذا المجلس. فين غادي الناس اللي صوتوا عليه؟ ماش كيديروا؟ واش كيدافعوا عليكم ولا كيدافعوا على مصالحهم الخاصه؟ هادشي راه خصكم نتوما تغوتوا عليه وتبقاو تابعينه. فين الحق؟ فين القضاء؟ صويري يا مهمشي، صويري يا مهمشي، صويري يا مهمشي، صويري يا مهمشي. هذا الرئيس دي روسيه، هذا الرئيس دي روسيه، هذا الرئيس دي روسيه، هذا الرئيس دي روسيه. كلشي معنا الاخوان، بغيناكم نتوما اللي تردوا عليه. نتوما هما اصحاب منطقه المعيشه. هذا الرئيس دي روسيه، هذا الرئيس دي روسيه، هذا الرئيس دي روسيه. يا كرامة لا حرية، يا كرامة لا حرية، يا كرامة لا حرية، يا كرامة لا حرية. وهذا عيد، هذا عار، هذا عيد، هذا عار، وهذا عيد، هذا عار، وهذا عيد، هذا عار. وصويريا في خطأ، وصويريا في خطأ، وصويريا في خطأ، وصويريا في خطأ. اسمع راسك شوية، هاك فهمتين الإعلام اللي كندوي وفاهم الإعلام اللي كندوي، ما تبقاوش تطبلوا الفساد، ما تبقاوش تطبلوا لواحد ما دار والو، ولا ما دار والو. عباد الله، خدمة عليكم بالله شي واحد يقول لي دار شي حاجة. بالله شي إنجاز دار السيد الرئيس 18 عام، إنجاز إنجاز، وطواليط عباد الله ما كايناش. شوف دابا غنتصدوا السي محمد العوال اللي حاضر معنا شخصيا وجا من بلاصة بعيدة وتحمل عناء السفر وجا اليوم هنا حاضر تضامنا مع سعيد لوماني. وغنخلي ليه الكلمة وتحياتي للسعادة وكل التقدير ليه. تحية نضالية لهذه الوجوه ديال الخير، تحية النضال الصمود، الشرفاء تاع معاشات والشريفات تاع معاشات اللي واقفين اليوم هنا هم الشرفاء الحقيقيون، هم السكان الحقيقيون ديال المعاشات. الناس اللي جاو اليوم هنا ووقفوا هذه الوقفه التضامنيه، هذه الوقفه باش نقولوا كلنا والله ينصرك، كفى كفى من الحكره، كفى من العبث، كفى من التشفاط. رسالتنا اللي بغينا نوصلوها هي ان السبع بركه عليك. ضرب سعيد اللوماني، ولكن قبل سعيد اللوماني ضربوا الاف المواطنين في هذه المعاشات، ضربوا فقود ديالهم، ضربوا ضربوا في قود ديالهم، ضربوا في حقهم في التطبيب،
ضربوا في حقهم في التعليم، ضربوا في حقهم في الطرقان. علاش؟ لأن جماعة العشات كتصنف من أغنى الجماعات في المغرب ومن أغنى الجماعات القروية بهذا الإقليم، ولكن في الحقيقة ماشي الجماعة الغنية. السماعي ولا غني لأن الموارد تاع الجماعة كيعرف كيفاش يحولها، كيعرف كيفاش يدوزها للكونت ديالو. اليوم احنا كمجتمع مدني جينا نضامنوا معاه. علاش نضامنوا مع سعيد؟ حيت سعيد واحد منا جا باش ينقل لنا واحد الحاجات، واحد الدوره جماعيه اللي كتكون داخل المجلس الجماعي. يعني انا وانت وانت ما يمكنش ربما تقدر تجي تحضر ياك، ولكن بفضل سعيد كتتبع جميع هذيك الاحداث اللي كتوقع داخل هذاك المجلس الجماعي. يعني سعيد جا يدير خدمته، هذا رئيس الجماعه ما تقبلش هذاك السيد اللي هو صحافي وعندو الوثائق ديالو القانونيه بانه صحافي، ماشي شي واحد جاي داخل يدير البلباله باش غادي يمنعو. ولو يكون شي واحد جاي داخل يدير البلباله فهو ما عندوش الحق هو يقيسو، لانه هو منتخب، لانه مصوتين عليه الناس، ما عندوش الحق يضرب ولاد الشعب الناس اللي مصوتين عليه. هو صيفطهم للحبس كذلك كيف ما قال الاخ. يعني سعيد، نرجع للموضوع، سعيد اللوماني جاي نقول هذاك الحدث هو ان فوا شافو جرى عليه. علاش؟ وقبل سعيد كيحبس جميع، لا يعقل، جماعه المعاشات يعني دورات المجلس الجماعي كدوز كلها مغلقه. علاش غلقها؟ مالك؟ اشنو كاين؟ يعني تتغلق الجماعه؟ حنا رانا ابناء الجماعه ياك، حنا اللي درناك، يعني حنا بحقنا نجي نشوفوك ونحاسبوك ونعرفوك شنو كدير تما. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه نضاليه لجميع ساكنه المعاشات وجميع ساكنه السوريه القديمه، وتحيه خاصه للصحافه ولجميع المراسلين النزهاء سواء الورقيه أو الإلكترونية اللي كنلاحظوا ومشكورين التواجد ديالهم في جميع المحطات النضالية لإيصال معاناة الساكنة، ساكنة آسفي، وسواء المناطق أو الجماعات إقليم آسفي، لإيصالها إلى الساكنة. تحية مرة أخرى للصحافة النزيهة. نحن كجمعية حقوقية، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في إقليم آسفي، نؤكد ونجدد تضامننا اللامشروط ومؤازرتنا لصديقنا سعيد اللوماني على إثر تعرضه للتعنيف أثناء مزاولة مهنته الشريفة من طرف رئيس الجماعة وزبانيته، ونأسف مرة أخرى لما يقع في هذه الجماعة، هذه الجماعة التي تعتبر من بين الجماعات الغنية بإقليم آسفي. هذه الجماعة المتواجدة على أرض كلها خيرات، خيرات كثيرة لا يستفيد منها أبناء المنطقة، إذ نلاحظ أن المستفيد الوحيد هو رئيس الجماعة وحاشيته. جبال المواطن لا يهان، لذلك المواطن لا يهان، يا رئيس يا جبال حق المواطن لا يهان. أشكركم جميع الإخوان، كلكم حاضرون، كل الإخوان الصحابيين فاعلين جمعويين، كما أشكر كل الإخوان الحضور اللي حضروا معنا لهاد الوقفة الاحتجاجية. في الحقيقة أنا بنقول واحد الكلمة في حق الأخ سعيد، لأن ملي كنشوفوا اللي حنا نحضر وشفت كل شيء العيني اللي حنا كلشي كنا واقفين عليه أنا حضرت ليه. في الحقيقة إلا كانوا مبغيسك الصوت ديال سعيد، ما كاينش غير الأخ سعيد في الجامعة، كاين 100,000 سعيد اللوماني، ما كاينش غير الصوت، ما كاينش غير صوت سعيد، كاين 100,000 صوت ديال سعيد. إلا كانوا هما بغا يسكتوا، الأخ واحد الأخ اللي نسيناه تقريبا، حنا ما نسيناش ولكن في قلوبنا تا هو راه موجه ليه واحد تقريبا ناصبين ليه تا هو شكامين، اللي هو سي سعيد، سعيد السماعي اللي هو من العائلة ديالو تا هو ما عرفناش علاش. والأخ سي سميتو الأخ المستشار ديالنا اللي هو سي نور الدين السويدي تا هو ما عرفناش علاش أحرار المعاشة كلهم تتهانوا بهذه الطريقة هذه. في الحقيقة أنا اللي بغيت نشكركم على الوقفة ديالكم كلكم، وحنا كفاعل في سيتي كفاعل جمعوي اللي بغيت نقول الأخ سعيد بأن كلنا معاك، كلنا سعيد اللوماني، حنا معاك في كل سراء وضراء. كل العسل عند السيد الرئيس، راهي بطلة مستشار
وكل العسى. هذاك النهار حضرت ليه في الدوره قال لي انت علاش كتصور كاين هذا الشيء؟ راه شي كيشوفوه هما عارفين هذا الشيء كامل. الوغ حنايا كاملين راه كيقول لك لا يغير الله بقوم حتى يغير ما بانفسهم. يعني نتوما عقلكم 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 هو اللي غيحكم على المستقبل ديالكم. بيكم نتوما باش غتغير الجماعه، بيكم نتوما باش غيوصل صوتكم لاعلى الصورات. يا ربي هاد النهار شي زياره ميدانيه مفاجئه لهذه المنطقه باش يكبر لها الخيمة هذا ويجي صاحب الجلاله شخصيا يشوف اش واقع في هذه المنطقه هذه. عباد الله اغنى جماعه في المغرب، اغنى جماعه التراب الوطني، هي اغنى جماعه. حساب خاص للسيد الرئيس، حساب خاص ديالو. مهم الانسان اللي مندوش واللي ما عايش واللي كيسحب الفلوس انها كتملك الدنيا فعادي يدير بحال هاد المسائل. تحيه ليهم من هاد المنبر لحقاش قدروا يلعبوا على العقول ديال الساكنه ديال المعاشات وماشي قولبوا معاه ولا عامين ولا 3 سنين راه 18 سنه وهو مقولبكم. غنمشيو نتغداو غنتغداو ان شاء الله بكرعين الغوم. الو السلام عليكم. خلي لي ساعة 8:40 باغي نفتح ولكن الله والبطل هذا راه مواطن في اغنى جماعة في المغرب. ربي يعاوني بحق الله ويجي لي ولي ضيعتو ينزل اليوم اللحم لي سامح اليوم القضاء. المهم من هذا المنبر ماشي تنتشفاو في الحالة ديال السيد، ولكن كنطلب من السيد الرئيس دير الخير شوية. اشناهي عملية دير على هذا السيد ولا تداويه ولا فين هي ديك جمعية مقاليع الرمال؟ ايادي امينة ايادي امينة قال لي كتصرف على الجمعية. لعنة الله على الكذاب من هذا المنبر. حاميها حراميها، حاميها حراميها. شنو هو؟ سمعوا يا الناس كوك 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 عافية الحاولي كيفرقوا في لابل عرس الناس. وانا عندي ولدي معاق كيدير لي كوش ما كاينش اللي كيديها فيا. رئيس الجماعة باش تعرفوا رئيس الجماعة خدام كيفرق الحوالي في لابيلانس ولابيلانس مع مرة زدت مريضات والاسفي. مرحبا. الو دابا غادي نسمعوا خويا سعيد. حنا كاملين هنا على قبلك انت، حنا كاملين هنا ومازال هنا، ولا بغيتي كاع نخيمو هنا ونديرو اعتصام مفتوح هنا على قبلك انت غادي نديرو اعتصام مفتوح ان شاء الله. حتى اسفي الساكنه ديال اسفي غتخرج تضامنا معاك، فما كاينش شي حاجه اللي غترهبك، ما كاينش شي حاجه اللي غتوقف الكارير ديالك، ما كاينش شي حاجه اللي غتوقف ان سعيد يكون رساله الحق ورساله ويكون هو هو اللي كيوصل الصوت ديالكم لأعلى الصورات في البلاد، لحقاش هو ولد المنطقة. وتحية لرجال الإعلام أيضا اللي كيتحملوا هنا السفر وكيجيو حتى لهنا باش يغطيو لكم هذا الشيء ويسيقوا لي الناس أخرين أخبار. فراه مهنة المتاعب، مهنة المتاعب. أش نقول لك أخويا؟ الله يسلم إلا معاك حتى الموت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أتوجه بالشكر لكل الجمعيات ولكل المنظمات الحقوقية اللي جات. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.